شكرا جزيلا يا كريم، انا بشكرك جدا انت وشادي ومحمد عويضه، انتوا الثلاثه الحقيقه عاملين شغل كبير جدا النهارده في ظل وقلبه طبعا، لان انتوا الاربعه عاملين شغل جامد جدا في الله يكون في عونكم، يعني كانهم زي الفريق بالظبط، بيعملوا مجهود مضاعف الحقيقه، فانا بشكركم جدا. ولكن اتمنى ان يكون معاك برضو الكابتن حلمي طولان او الحاج محمد مصلحي، ويا ريت يا ريت يا محمود تجيبه لنا على التليفون لو لم يتاح ان هو يكون مع كريم احمد، لانه الروح الرياضيه ستظل موجوده مهما حصل. كابتن حلمي، كابتن وليد شافوا ان هناك من اخطا من الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، وبالتالي راحوا لاوضه اللبس في النادي الاهلي واعتذروا للجهاز الفني وسلموا عليهم. وبالطبع يعني كابتن حلمي نجم كبير وكابتن وليد نجم كبير، وبالتالي تم قبول الاعتذار فورا الحقيقه، لان هذه هي كره القدم وهذه هي الروح الرياضيه اللي دايما بتبقى موجوده في كره القدم. لكن اي بقى تاويل تاني او اي كلام تاني هيتقال انا عارف، اصل النهارده هيحصل ايه؟ النهارده هيحصل ايه بقى؟ هتلاقي الاسفين، وده انا قلته قبل المباراه، انا قلته قبل المباراه، هتلاقي الاسفين طالعه ما بين جمهور الاتحاد وجمهور الاهلي، ما بين رئيس الاتحاد ورئيس الاهلي، وده بيعمل كذا وده بيخلي كذا وده حصل كذا وده حصل كذا. ولكن الحقيقه قالها المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ومدير الكوره لنادي الاتحاد السكندري. ناس كتير قوي هتقول ايه، انا بقول بس ده ابلغ رد بقى، لا انا كمان هقول الكلام اللي لسه هيتقال. هقول لحضراتكم الكلام هيتقال ايه، ده قبل ما هم يقولوا يا كابتن اسلام قبل يعني بدون تحديد، قبل ما هم يقولوا اتردت عليها في الملعب بمين؟ بعمار حمدي. عمار حمدي ده ابن النادي الاهلي، هو كان افضل لعيب في الملعب ورايح يلعب مع نادي الاتحاد لفتره مؤقته، افضل لاعب، ده قمه اللاعب النظيف، صحيح الراجل بيقاتل، واحسن لاعب في فرقه الاتحاد النهارده عمار حمدي في المنطقه الاماميه، صحيح. وفي الثلث الهجومي وبيلعب بقلبه كده، ده اسمه اللاعب النظيف، دي اسمها اخلاقيات صحيح. ومبادئ ولعب النادي الاهلي، يعني لعيب في النادي الاهلي بيلعب ضد النادي الاهلي. كمان يا كابتن، كمان يا كابتن، يعني اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه، ان اللي هيتقال كمان بعد المباراه او دلوقتي هيتقال ايه، ان الكابتن وليد صلاح اصله بينتمي للاهلي واصله كذا كذا كذا، فاهم؟ انا عشان كده مصر ان الكابتن حلمي هو اللي يقول هذا الكلام طبعا. يعني ولكن يعني وليد حلمي خد مثلا الكابتن حلمي بالعافيه، بالعافيه استحاله، يعني واحده ضرب الكابتن حلمي وقال له تعالى معايا يا كابتن حلمي ورحنا الاقوى الاقوى عمار، ما ننساهاش. انا بقول لحضرتك يعني، انا بقول برضو الكلام اللي هيتقال، يعني الكلام اللي هيتقال النص ساعه ولا الساعه اللي جايه، ده غير اللي هيتقال على الوقت الاضافي، ده غير اللي هيتقال طبعا على الوقت، انت فاهم الكلام ده. فاحنا بنحاول نقفل المواضيع من بدري بدري علشان ايه، كابتن وليد ينتمي للنادي الاهلي، طبعا هو شايف شغله وبيحاول ان هو يكسب المباراه بكل الطرق، وده النادي الاهلي علمنا كده. وكابتن حلمي طولان راجل بينتمي لنادي الزمالك، بينتمي لنادي الزمالك وكل حياته يقول لك انا نادي الزمالك ده هو اللي عملني، هو اللي خلاني. وبالتالي كابتن حلمي برضو راح اعتذر وراح في حته كمان صغيره، يعني عشان قبل ما حد يتكلم في حاجه برضو، عشان برضو والاهلي لعب برضو في برج العرب، اه كان في برضو كلام قبل الماتش، يعني كان الصالح العام. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نروح